بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح اليوم الجزء الثاني من فوائد الثوم. أولا لعلاج الدوخة نخلط البيض والثوم وزيت الزيتون خلطا جيدا. نعم، ويتناوله الشخص المصاب بالدوخة 3 مرات في اليوم لمدة 3 أيام متتالية أو متتابعة. نعم، لعلاج الدوخة فهو مفيد جدا. من الفوائد الأخرى للثوم لمسكن الآلام الأسنان، تضع نصف فص الثوم على السن المتألم أو فيها ألم لتخفيف الآلام الأسنان. أما في حالة آلام الفك كاملة فتضع فص ثوم داخل صوان الأذن، تضعه في أذن الذي أو الفك الذي الجانب الفك الذي يتألم، أي إذا كان الفك هنا فيها ألم هذه المنطقة فتوضع فص الثوم داخل الأذن لتخفيف الآلام، أو في هذه الأذن في حالة إذا كان هذه الجانب الفك فيها ألم وهكذا. نعم، أما لأشخاص الذين يريدون بناء العضلات قوية وجيدة والشباب الذين يريدون تقوية العضلات والعظام وأيضا تستخدم في هذه الحالة الثوم زائدا حليب يشربه على الريق صباحا كل يوم لمدة شهر، ثم يترك شهرا ويعاد بشهر أخرى، أي شهر يشرب بهذه الطريقة وشهر يترك، وثم بعد ذلك يعاد شرب الحليب زائدا فص الثوم لمدة شهر أخرى وهكذا. فهي مفيدة هذه العلاج لتقوية العضلات ولبناء العضلات وتقويتها يكون قويا. نعم، أما لعلاج تصلب الشرايين وضغط الدم فيمكن أخذ الثوم مع زيت الزيتون، تضعه في زجاج أو مغطى محكمة، تضعه في تحت أشعة الشمس لمدة 40 يوم، ثم يشرب قليل منه يوميا على الريق لعلاج تصلب الشرايين والضغط الدم. وتكرر هذه العملية يوميا لمدة 40 يوما. إذا الثوم زائدا زيت الزيتون تضعه في زجاجة أو علبة أو شيء تحت الشمس لمدة 40 يوم، وتأخذ منه ملعقة أو شيء صغير من الملعقة على تأخذه أو تأكله أو تشربه يوميا على الريق صباحا لمدة 40 يوم، فهو مفيد لمعالجة تصلب الشرايين وضغط الدم. نعم، لمعالجة الأمراض العين والرمد العيون فيأخذ فص من أوراق الثوم، وورقة أوراق الثوم تضعه على العيون من مساء إلى الصباح لمعالجة الأمراض العين والرمد، فهو مفيد جدا في هذه الحالة. وأخيرا الفائدة الأخيرة للثوم الذي كثير من الأشخاص يعانون من ضغط الدم المرتفع، مرض ضغط الدم المرتفع، فالثوم مفيد جدا لهم، حيث عند تناول فص ثوم صباحا على الريق فهو مفيد لانخفاض
انخفاض الضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي. نعم، وهكذا اكتملت الجزء الثاني من فوائد الثوم بالتفصيل، يعني تفصيليا، وأرجو من الله قد استفدتم منها، وأدعو من الله سبحانه وتعالى أن يكون كل أيامنا أياما فرح وسرور، وينجينا من الهم والحزن، ويكثر علينا الخير والبركة في أيامنا وعلى المجتمع العربي الدولي الإسلامي، وأن يبعدنا من النزاعات والحروب إن شاء الله. وشكراً.